سياسات الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة. السلام ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم سياسات الصحة الذي يعنى بالسياسات الصحية في تونس. اليوم باش نحكيوا على القروان، اليوم باش نحاولوا نقبوا من مشاكل الصحية في ولاية القيروان. وضيفنا مدير المستشفى الجهوي ابن الجزار، مستشفى الجامعي ابن الجزار، محمد علي حمدي، سعداء باستقباله معنا. صباح النور ومرحبا بك. صباح النور ومرحبا بك بجميع مستمعي إذاعة الحياة أفهم. شكرا سي محمد علي على تلبية الدعوة. مرحبا بكم. نبدأ بآخر الأخبار الآنية. توا في زيارة ميدانية واستعجالية للأقسام أو كافة مصالح المستشفى، زيارة تفقدية مع معناها قمنا بزيارة تفقدية لمختلف مصالح المستشفى تحت شرف السيد المدير الجهوي للصحة الدكتور محمد رويس، تطبيق لتعليمات السيد وزير الصحة بالمراقبة اللصيقة والمتابعة الدقيقة لجميع مشاغل المرضى ولجميع مشاغل العاملين بالقطاع، خاصة خلال الفترة هذه متاع نهاية الأسبوع ومناسبة عطلة عيد الثورة المباركة. نقلنا معناها مختلف الأقسام وخاصة قسم الاستعجالي، وعينا معناها سير العمل به ظروف معناها قبول المرضى في هذا القسم، ومحاولة معناها تخفيف الاكتظاظ داخل هذا القسم، قصد معناها توفير قسم الاستعجالي خاصة التركيز على القسم الاستعجالي في غياب معناها العيادات الخارجية. يقع قبول معناها أعداد كبيرة من المرضى، كما تعرفوا معناها مستشفى الجامعي ابن الجزار بالقروان فيه أربع أقسام استعجالي: الاستعجالي الطبي بابن الجزار، استعجالي طب الأطفال، استعجالي قسم أمراض النساء والتوليد، والاستعجال الجراحي بالأغالبة. على سبيل الذكر عندنا معناها استعجالي طب الأطفال معناها تفوق الأحصيات متاع قبول 50,000 معناها حالة سنوية معناها في الظروف العادية بل الظرف متاع الكورونا. يعني العمل الكبير اللي قاعدة تقوم به المصالح هذه لابد ليه معناها من مراقبة لصيقة، قصد معناها السهر على حسن ظروف قبول المرضى، وقصد معناها التشجيع وتحفيز معناها العاملين بهذه الأقسام على موصلة العمل. العيادات الكل رجعت تخدم بعد الكورونا؟ والله الحمد لله، يعني نحن طوع عنا تقريبا معناها 3 أشهر معناها منذ شهر أكتوبر تقريبا ما تجاوز عدد المقيمين في قسم الكوفيد 3 مرضى. اليوم عندنا 2 مرضى فقط مقيمين تقريبا معناها لمدة 60 يوم حتى مقاع قبول حتى مريض في مستوى أقسام الإنعاش معناها تبعا لتعكر حالته معناها بالكورونا. هذا وضع وبائي مطمئن ومطمئن جدا، لكن ما ننساوش معناها نوجه نداء لجميع الأهالي ونوجه نداء لجميع الناس للحرص على الحصول معناها خاصة على الجرعة الثالثة اللي هي حسب منظمة الصحة العالمية معناها واقي كبير من النسخة الجديدة معناها من المتحول الجديد، مثل هي معناها الواقي الوحيد والواقي الكبير ياسر معناها من المتحول الجديد لوميكرون. إن شاء الله يا ربي معناها إذا كان الناس كل معناها امتثلت للنداء هذا وإذا كان الناس كلها جاوبت مع النداء هذا نكونوا في مأمن من التقلبات، وخاصة أنه معناها تقريبا سريع الانتشار أكثر 30 مرة من النسخة القديمة دلتا. حاليا الوضع الوبائي مستقر، وضع مطمئن، لكن هذا ما يخفيش يلزمنا معناها فهمتني ولا عن مرضى مقيمين في أقسام في قسم طول اليوم عندنا 2 مقيمين فقط مدة قلت لك كما قلت لك المدة 3 أشهر على الإنعاش نحكي بالنسبة للإنعاش لا معناش حتى مقيم الزوز مقيمين في قسم الكوفيد ابن الجزار. الاستعدادات حثيثة لمواجهة أي موجة محتملة. طيب حديث على موجة 5 بدينا في موجة 5 بحكم البارح. والله حاليا المؤشرات ما تعطيش معناها حتى تنبيه يذكر فهمتني، كما قلت لك معناها عندنا 3 أشهر تقريبا عدد المرضى ما فاقش 2-3 ما ثماش تعكرات صحية لاستوجبت إحالتهم الأقسام الإنعاش. الوضع الوبائي مطمئن، لكن هذا معناه ما يمنعش أن قمنا معناها باستعدادات حثيثة تمثل في عندنا تجهيز جناح بالقبة 15 سرير جديد معناها مش يعاضدوا معناها مجهود الاستعجالي لفرز وتوجيه المرضى كزون تمبون جديدة، وقاعة تجهيزها بالأكسجين.
مش نجندونها، معناها ما يكفي من الممرضين، قصد معناها تسهيل قبول المرضى في صورة تخفوا الضغط على قسم الاستعجال، تخفوا الضغط على قسم الاستعجالي، وهذا معناها الجديد، معناها باش معناها قسم الاستعجالي زاد يتمكن من قبول المرضى نتاعو معناها في ظروف اكثر اريحيه من الموجه اللي فاتت، لانه معناها كما تعرف معناها الموجه اللي فاتت وقع معناها تقريبا تجميد النشاط المبرمج، يعني التوت اكتيفيتي بروجراميه، معناها وقع تجميدها تقريبا معناها 2020-2021 استأنفنا، معناها كان في تقريبا في سبتمبر، يعني معناها المرضى اللي يبدأوا في الاستعجالي ويصير كالضغط، فما مرضى حالتهم معناها إن شاء الله 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 خلال الموجة هذه إن شاء الله كل الاستعدادات أكثر منظمة أكثر، وإن شاء الله يلقاو معناها ظروف أكثر إريحية في قبول المرضى العاديين. نحن ما عندناش مشكلة كبيرة في القروان بحكم معنا الاستعجال الجراحي نتاع الغالبة ديما محلول فئة المرضى ضحايا الحوادث وضحايا العنف والجرحى، وما يختلطوش معناها بالمرضى نتاع الكورونا. الممر نتاع فرز المرضى موجود في مستوى استعجالي ابن الجزار مع ال 15 نسري جديد اللي موجودين في القبه باش يعاضوا معناها مجهود الاستعجالي معناها في فرز. يبدأ في والله ان شاء الله على حسب ما اقرته معناها خليه الازمه اللي اجتمعت امس معناها بالمستشفى تحت رئاسه الدكتور خليل بن صالح بالتنسيق معناها مع اطباء الاستعجالي والاطباء المشرفين معناها على اقسام الكوفيد، ان شاء الله نحن قاعدين نهيئوا فيه باش نتلقى 3 جانفي ان شاء الله معناها قسم هذيلي المنطقة التماس هذيلي اللي مش هو تساعد. قسم مستقل معناها هو قسم مستقل مش يشرف عليه طبة الأمراض التعفنية للميديسان دي مالادي انفكسيوز، وهو مش يشكل في حد ذاته نواة لقسم جديد إن شاء الله ينطلق في القريوان اللي هو قسم الأمراض التعفنية، قسم الأمراض التعفنية سيرفيس دي مالادي انفكسيوز إن شاء الله معناها عندنا زوز طب معناها مساعدين استشفيين جامعيين في الاختصاص هذا ان شاء الله معناها تكون هذه نواة. هو مش يشتغل معناها خلال الفترة متاع الكوفيد كقسم للفرز ومراقبة حالة المرضى اللي يجيوا مشتبه بهم معناها الاستعجالي، وبعد نهاية الفترة مش يكون معناها النواة أولى لقسم أمراض تعفنية ان شاء الله معناها يعاضد معناها مجهودات الاطباء في ولايه القروان لمتابعه الوضع الصحي بالجهه. يولي معناها يتكفل بالمرضى اللي يتكفل بالمرضى اللي يعانيون من الامراض التعفنيه معناها يعطيك الصحه يعطيك الصحه. هذه معناها نوعيه المرضى اللي مش يتكفل بها بعد نهايه الكورونا ان شاء الله باذن الله. حاليا كما قلت انت الوضع الوبائي مستقر، الوضع الوبائي لازمنا مستقر. نستعد على خاطر بوادر موجه خامسه لكورونا بدات، هي الموجه الخامسه بدات على المستوى العالمي بارقام معناها تخوف شوي. بالنسبة لنا نحن معناها الوضع الداخلي مازال مطمئن مازال مستقر، ونحن ماناشي معناها في منأى على الموجات هذه، معناها الموقع نتاع بلادنا معناها الموقع الجغرافي نتاع بلادنا. أنا نحكي بوادر موجة خمسة سي محمد علي بدات حتى في تونس، خاطر بين الأول أمس واليوم فما ارتفاع في عدد الإصابات، فما ارتفاع كبير من 2 تحاليل إيجابية 2.24 تقريبا إلى 5.75، يعني فما ارتفاع نسق الإصابات بكورونا في تونس. هذا موضوع كورونا ان شاء الله ديما نبقاو بعاد على النسخه الجديده الاوميكرون ان شاء الله معناها نبقاو ديما بعاد على النوعيه الجديده ان شاء الله، ربي يحمي بلادنا وان شاء الله ديما نبقاو بعاد على واضح. مشكل آلة السكانير في المستشفى متعطله، آلة السكانير قروين من غير آلة السكانير حاليا بالحق للاسف. فسرنا شنو اللي صار، علاش التعطل هذا وشنو باش تعمل؟ والله للاسف معناها منذ معناها 5 أيام وقع معناها هو مش عطب وانما فهمتني نتيجه معناها نفاذ التيب معناها اللي هي معناها تحمل المخزوز الاشعاعي نتاع السكانير النفاذ نتاع معناها امورتي 100% نتيجه الاستعمال المفرط لهذه الاله خلال خاصه الموجه نتاع الكوفيد. ناهيك انه معناها عدد المرضى فقط 70 و80 معناها يوميا معناها على الاله هذه. عمليات التدقيق والمتابعه نتاع المرضى نتاع المصابين بالكوفيد فهمتني نستحقوا فيها ياسر الاله السكانير خدمه تقريبا ال 24 ساعه اله السكانير نتاعنا، الشيء اللي انهكها والشيء اللي انفذ معناها المخزون الاشعاعي نتاعها. تواصلتوا مع وزاره الصحه؟ تواصلنا مع وزاره الصحه مشكورين بارك الله فيهم، تواصلنا مع الشركه المعنيه بمتابعه معناها الصيانه نتاع الاله هذه، وان شاء الله معناها الاسبوع القادم عندنا وعد معناها بالحصول على التيب هذه وعمليه التجديد نتاعها. وزاره الصحه مشكورين للخيانة فهمتني ولا الامس برك معناها وقع معناها وعد بدعمنا معناها ماديا قصد معناها الايفاء بوعودنا لخلاص معناها التكلفه نتاع عمليات الصيانه القديمه ولا معناها لقى المستشفى معناها اشكال في خلاصها.
في ظرف 24 ساعه، معناها يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم. حسب التقريب وقتاش نجم ترجع آلة سكانر؟ بالنسبه لآلة سكانر الجديده، خاطر نحن عندنا زوز آلات سكانر، بالنسبه لآلة سكانر الجديده نوع سيمانس، هذه ان شاء الله باذن الله خلال الاسبوع القادم، خلال ايام قليله ان شاء الله باذن الله يقع تركيب التيب هذه لي ونسترجعوا آلة السكانر نتاعنا وترجع تخدم في احسن الظروف خلال الاسبوع. بالنسبه لآلة السكانر القديمه اللي هي من نوع فيليبس وتشرف على صيانتها شركه ستيات، خليتهم توا في المستشفى بصدد قيام بعمليه صيانه المنظومه الاعلاميه لهذه الاله، وحارسين كل الحرص على اعاده تشغيلها ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اليوم يتمكنوا من اعاده تشغيلها. آلة السكانر القديمه تعمل كالسكانر العاديين من غير انجكسيون، آلة السكانر الجديده تعمل السكانر انجكتي، ان شاء الله يا ربي معناها حتى كتخفيف معناها على عمليه معناها قبول المرضى يقع اصلاح على الاقل الاله هذه لي اليوم ان شاء الله باذن الله. خلينا تو انا والسيد المدير الجهوي التقنيين التابعين للشركه هذه بصدد عمليه الصيانه وبصدد التدخل. انطلقتوا منذ مدة شهر تقريبا في رقمنة أقسام مستشفى ابن الجزائر ووصلتوا في عملية الرقمنة. نعم، عملية الرقمنة مشروع معناها استراتيجي كبير معناها تحت إشراف وزارة الصحة اللي أمدتنا تقريبا ما يقارب معناها 70 جهاز إعلامية و30 آلة تابعة، قصد معناها شروع في رقمنة المصالح الاستشفائية والإدارية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار. عملية الانطلاق ستكون بقسم المخبر. علاش قسم المخبر؟ قسم المخبر لأنه معناها تقريبا انطلقت ولا مازال؟ انطلقت عملية الرقمنة بإشراف معناها شركات مختصة، الربط معناها جميع آلات التحليل بهذا القسم معناها بالمنظومة الإعلامية. علاش البداية بقسم المخبر؟ لأنه قسم المخبر تقريبا معناها هو معناها النواة اللي تتلقى معناها التحاليل تقريبا من مختلف الأقسام. يعني عملية الرقمنة نتاع القسم هذا مش تولي معناها تجبر معناها جميع الأقسام الأخرى أن هي معناها تتعامل، تولي زادة هي زادة تتعامل بالمنظومة الإعلامية في مستوى الملف الطبي. العملية هذه من شأنها معناها باش تحصر تاخذ برشا وقت، ما تاخذش برشا وقت ان شاء الله. من احنا معناها انطلقنا معناها في العمليه نتاع المخبر، من بعد ما تتم معناها العمليه نتاع المخبر سيتم معناها رقمنة قسم الاشعه، وهي عمليه مهمه ياسر لانها معناها مش معناها تربح سبيطار في برشا فلوس، معناها يقع الاستغناء على الافلام والاشرطه معناها اللي كانت معناها من الدوله، الشيء معناها مش يقلص معناها في التكلفه نتاع عمليات التصوير، وزاده معناها مش يوفر عملية ضبط وعملية معناها تدقيق معناها مهمة ياسر معناها على جميع عمليات مرور المرضى، مش تكون مراقبة من خلال معناها معرف وحيد. المعرف الوحيد معناها اللي مش يتمتع به المريض هذاك اللي هو مش يكون معناها الباسبور نتاعو في قسم الأشعة ولا في قسم المخبر ولا معناها في القسم نتاع الإقامة نتاعو وإلا في قسم الاستعجالي. فهمتني؟ معناها ليدونتيفيون هذا اللي مش تحصل عليه معناها من الإعلامية مش يكون هو معناها الوسيلة الوحيدة نتاعو للتمتع بالخدمات، يعني ما عادش باش تكون حتى عملية ورقية إن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل. الشيء زيادة أنا مش يمكن زيادة من ضبط الموارد نتاع المستشفى وتحسينها باعتبار معناها فهمتني ولا معناها تجاوزك العمليات اللي قد تكون في بعض الأحيان اعتباطية ولا حاجة بتاع عبور مرضى من غير معناها تسجيل. واضحنا مازلنا مواصلين معكم في برنامج سياسات الصحة بعد الفاصل الغنائي هذا اللي باش نحكيو فيه أكيد على الموارد المالية لمستشفى ابن الجزار. نبداو أو نستأنف الحديث منين وقفت أنت الموارد المالية لمستشفى ابن الجزار وخاصة الوضعية الصيدلية بعد الترتيحة الموسيقية. خلينا نرتاحوا شوية نسمعوا أغنية وبعدك نواصلوا. سياسات الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية بمختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة. مواصلين معكم في برنامج سياسات الصحة، ضيفنا لليوم محمد علي الحمدي، سيد محمد علي الحمدي مدير مستشفى ابن الجزار. نحكيه على الوضعية في المستشفى، مستشفى ابن الجزار، نحكيه على الوضعية المالية، ذي آخر حاجة حكينا عليها قبل الفاصل، كيفاش الوضعية المالية الآن في مستشفى ابن الجزار سي محمد علي، خاصة بعد الفترة متاع الكورونا اللي هي أكيد كانت عندها تأثير وأعباء مالية على المستشفى. شكرا، يعطيك الصحة للتعريج هذا يلي بالفعل يعني الفترة متاع تحمل معناها فهمتني الموجات الوبائية المتالية لجائحة كورونا أنهكت تقريبا جميع معناها مصالح المستشفى،
ناهيك انه معناها اعداد المرضى اللي وقعت تكفل بها في المستشفى الجامعي بالجزار منذ انطلاق الجائحه في مارس 2020 والى غايه تقريبا شهر اوت 2021 نهزت العدد هذه 4000 مريض، منها 1000 مريض وقع قبولهم من صالح المستشفى الميداني، تقريبا ما يزيد عن 600 مريض وقع التكفل بهم في اقسام الانعاش. وتعرفوا التكلفه الباهظه والمرتفعه ياسر للمرضى اللي يقع التكفل بهم في اقسام الانعاش، كيما عرجنا بكري يعني قداش كانت تكلفه الكوفيد على المستشفى؟ التكلفه الاجماليه التقديريه اللي وقع حصرها بالتعاون مع مصالح الإدارة العامة للهيكل الصحية بوزارة الصحة، التكلفة فاقت 6 مليون دينار. التكلفة هذه فاقت 6 مليون دينار ما بين أدوية وما بين استغلال مواد المخبرية وما بين معناها معاليم تصوير بالأشعة وما بين معناها مختلف الاكسسوارات الطبيه ومختلف وسائل الحمايه اللي وقع استغلالها معناها خلال الازمه هذه. هذه ديون 6 ملايين، 6 والله مليون. 6 مليون دينار ديون مديونيه للمستشفى وفيها جزء كبير زاده معناها تقريبا ينهز المليار معناها للاكسجين. الحمد لله معناها ديما معناها المصالح نتاع الاداره العامه للهيكل الصحي بوزاره الصحه تتدخل تاخذ على عاتقها معناها جزء كبير ياسر من الديون هذه وفي مساعدتنا معناها في خلاصها، خاصه فيما يتعلق بالماده الاكسجين اللي هي ماده حياتيه وتكاد تكون هي السلاح المباشر معناها تقريبا معناها لمجابهه كوفيد بارك الله فيهم، ديما يتدخلوا معناها فهمتني ولا ينقذوا الموقف معناها ويتحملوا معناها يتحملوا تقريبا معناها يتحملوا 80% ولا 90% من المصاريف هذه، قصد معناها دعم الشركات هذه على موصله تزويد المستشفى بالماده الحيويه، لكن هذا ما يمنعش تاثير واجبهم اكيد يعطيهم الصحه الناس كل هذا ما يمنعش معناها تاثير ومخلفات السلبيه له الازمه هذه لي في مستوى معناها مخزون الادويه، في مستوى معناها حتى وضعيه الصيدليه السير العادي. والله وضعيه الصيدليه نحن معناها عن ادويه ناقصه في صيدليه الادويه ناقصه لعديد الاسباب راهي الادويه ناقصه كما تعرف معناها الاهتمام العالمي نتاع المخابر معناها باعداد التلقيح لمجابهه الجائحه، هالمتغيرات معناها في النسخ نتاع الفيروس تخلي معناها انشغال عالمي تقريبا معناها بمجابهه الجائحه نظرا للتاثيرات الاقتصاديه السلبيه الكبيره نتاعها، يعني مش الامر معناها مش يقتصر معناها على بلادنا ولا على ولايتنا، الامر معناها حتى على المستوى قداش عندنا من نوع دواء توا ناقص في صيدليه القيروان والمرضى في حاجه والله باش نقول لك نحن معناها رانا معناها نحبوا ساعه نتوجه باكبر تحيه شكر للخيان في الصيدليه المركزي اللي بالرغم من وضعيه الديون المعمقه نتاع الصيدليه نتاعنا معاهم عمرهم معناها ما رفضونا وعمرهم ما رجعونا طلبيه بناء على ديون طلبيات ترجع ناقصه الا بناء على عدم توفر الادويه هذه، بعض الادويه نتاع الامراض المزمنه ساعات تتوفر ساعات تنقص، ما ثماش نقص في ادويه حياتيه تهم الانعاش ولا حاجه، ما جاتنيش حتى تشكيات في الادويه الحياتيه تهم مرضى الانعاش ولا التكفل معناها مرضى القلب ولا حاجه، بعض التشكيات اللي تخص معناها ادويه الامراض المزمنه ساعات تتوفر ساعات تنقص كما قلت لك نظرا معناها الاحتكار الازمه لعديد المخابر والعديد العلامات العالميه المعروفه في تصنيع الادويه اللي مركزه معناها خاصه في الفتره هذه نسمعوا على صناعه معناها ادويه اصلا لمجابهه الكوفيد، ثم معناها مشاريع نتاع ادويه لمجابهه الجرثومه هذه. اما تتاكد انت لاغلب الادويه موجوده مع الادويه نتاع الامراض المزمنه؟ والله شو نقول لك، اغلب الادويه موجوده على حسب معناها المتابعه اليوميه نتاعنا، تقريبا معناها ثم بعض النقص في ادويه الامراض المزمنه، ثم زاد نقص في بعض الاكسسوارات وخاصه منهم ليغون مفقودين بشكل كبير وماهوش متوفرين معنا في السوق، خاصه معناها نحن اذا كان باش نستعدوا معناها البدايه نتاع الموجه الجديده هذه ماده معناها عانينا من نقصها حتى خلال الجائحه الفارطه، ماده ليغون هذوما اللي خاصه الليغون القفازات الطبيه المعقمه، خاصه القفازات الطبيه المعقمه نعانيو من نقص فادح فيها، نعانيو من نقص كبير فيها، وإذا كان ما تتوفرش معناها في مستوى الصيدلية المركزية تولي معناها تضطر باش تاخذها من عند مزودين خواص، والمزودين الخواص
معناها يشرط عليك معناها خلاصها قبل معناها اثناء عمليه كل تزود يعني المشكل مالي في يولي معناها يشرط عليك تتزود بكميات محدوده ما يعطيكش كميات كبيره اذا كان ماهيش موجوده في السوق يعطيك كميات محدوده ويشرط عليك خلاصها قبل كل عمليه تزود. ونحب نشكر زاده بالمناسبه هذه بصراحه مجهودات المجتمع المدني الجباره ومجهودات جميع الاخيان اللي وقفوا معانا وفروا لنا عديد المواد وعديد التجهيزات من لي كونسنتراتور من لي سيباب من لي زبت فلو من مواد الحمايه والوقايه. المجهود الجبار اللي ريتو معناها شيء يثلج الصدر. معناها يوميا معناها يوميا معناها عندي شكون متبرع يوميا عندي شكون معناها واقفين معانا يمدونا نجم يكون شكر ونداء زاد يمدونا يمدوا فينا معناها تقريبا ويقولوا لي شنو حاجياتك وشنو يمدوا فينا تقريبا يوميا معناها حتى معناها مواد التعقيم مواد الجفال معناها يعطيهم الصحه. الازمه معناها تواصل تقريبا 8 شهور وفي اقصى ظروفها في اقصى حدتها ما تخلوش علينا بارك الله فيهم يعطيهم الصح. هذه فرصه للتعريج على مجهوداتهم وعلى مجهودات زاد الاداره الجهويه للصحه زاد اللي كله تتوفر فرصه لمساعدتنا ما يبخلوش علينا بالتدخل الفني وبالتزويدنا بهالمواد هذه. وضعيت بنك الدم في مستشفى ابن الجزر مخزون الدم كيفاش عندنا مخزون كافي؟ عندنا مخزون كافي بنك الدم تحت اشراف الدكتوره سندس الشرطاني هو جزء من مخبر المستشفى فهمتني. اخيرا وقع تزويده معناها بثلاجه جديده معناها لتخزين معناها المواد نتاع الدم ومشتقاته. قاعدين نضطروا للحصول على بعض المشتقات النادره من الماده هذه اللي من بنك الدم سوسو في تعاون معناها نحن معناها بنوك الدم ديما في تعاون. اغلبها تبرعات من الناس والله هي عمليه معناها الحصول على الدم على اثر تبرع معناها هذاك الحاجه العاديه هذيك معناها هذيك معناها البروتوكول العادي معناها انه يكون ثم متبرعين باش يكون ثم معناها يتوفر معناها مخزون دم. ساعات معناها تقع بعض المشتقات النادره ولا بعض النوعيات النادره نحن في تعاون مع بنك الدم في سوسه زاد نحب نوجه لهم اكبر تحيه زاد كيف كيف معناها قاعدين نتعاونوا مع بعضنا وقاعدين معناها اذا كان هم يستحقوا نحن نستحق قاعدين معناها نتكاملوا ان شاء الله باذن الله. قد ايه الكميه نتاع المخزون اللي عندك؟ والله كان فما بلاقه ما عندك شيء بالارقام فكره بالدقه قداش معناها كما قلت لك تحت اشراف بنك الدم تحت اشراف الدكتوره سندس الشرطاني. واضح. اخر محور باش نختموا به سياسات الصحه لليوم هو الخدمات الصحيه في مستشفى ابن الجزار. برشا انتقادات خلينا من المشكل البنيه التحتيه ومن مشكل نقص الادويه والمشكل التجهيزات لكن احيانا فما مشكل في المعامله في الاستقبال بالنسبه للبنيه التحتيه ثم معناها والحمد لله اشارات كبيره نسمعوا الناس شنو قالوا رواد المستشفى المرضى اللي يمشيوا يتعالجوا في مستشفى ابن الجزار ونعلقوا سي محمد علي. أنا جيت من 7 متاع الصباح بقينا نستنوا حتى اللي جو هما حلوا 8 وصف طويل وعبيد واكتظاظ والكراسي ما ثمش يبقى العبد مريض ديخ واقف كيما عبد كبير ما ينجمش صغير زحمة ياسر يعني نبقى نستنوا كي تجي تكلمي واحد يبخسك ما يعبركش يقولك استني ولا بري روحي تعدي دويات ما ثمش برا اشري ما عندوش يبقى كل شيء مريق في السبيطار فهم دواء فهم كل شيء. عندي بنتي عاملة العملية من نهار الثلاث كل شيء مريق طب مريق لي معانا ما هالبوابه مش مرقلين. مشاكل السبيطارات نتاعنا كبيره ياسر تتمثل في نقص الدويات الالات الماتريال كل ناقص وين حتى كي ندخل السبيطار نحس بالتوتر بالرعب حتى من العدوى شوف لو ساخ في كل بلاصه في وقتنا كثرت برشا الامراض والجراثيم كيف ما تلقاش شكون يتلهى بيك سواء من الطب او الاطار الشبه الطبي الدواء ديما مش موجود ديما فما نقص تتلز تشريه بالفلوس السكانير ديما فاسد تلقى واحد في السبيطار كامل كيف ديما معبيه السبيطارات تلزوا المرضى يتعاركوا من اطار الشبه الطبي. بالنسبه للحاله الصحيه عندنا في القروان مزريه على الاخر وعلى جميع الاصعده وفي جميع المستشفيات سواء على مستوى الصيد او مستوى مستشفيات كبار، اخبار انه ما ثماش ماتريال باش يداوي به البشر ولا باش يمشي ينقذوه ولا باش عنده حاجه، الموك نتاع الدواء ما ثماش يعني الواحد يمشي يعدي ب 3000 فرنك ولا ب 5000 يقيد يخرج لبرا يشري دواء عباره بشيء طبيب عادي، فارماسي ما عندهم حتى شيء عندهم زوز حرابش ادول وعندهم ممكن زريقه نتاع سخان هذاك موجود. مواصلة من ولاية القيروات جيت نعدي على ساقي في المستشفى الجهوي الأغالبة، الحقيقة أقل حاجة نجم نقولوا على الشيء اللي غادي سوء تنظيف، اكتظاظ، عباد تستنى نهار كامل، عباد تجي من المعتمديات الكل تعدي نهار كامل وهي تستنى باش يخلص لها الدورة نتاعها ما بين ساعتين وما بين ثلاثة وما بين ساعة ونص، عباد تبدا شكون
عامل عملية على سيقه ولا رحية وهو يبدأ يستنى نهار كين باش يخلص الدواء. جيت أسأل حتى تقوله بالليل راني ما نعرفش وين باش نقيد ولا وين باش ندخل ولا باش نعمل. هاي برا سبيته معناه. كان هذا ميكرو تروتوار من اعداد زميلنا بليل ادريدي. راي المرضى اللي يمشيوا المستشفى من الجزر ولا الاغالبه في الخدمات الصحيه اكيد فما حاجات في نطاق عملكم، فما حاجات خارج نطاق المسؤوليه نتاعكم فيما يتعلق بالتمويل او فيما يتعلق بالتجهيزات، ولو انه اي حاجه اذا حكينا فيها وحاولنا نلقاولها مقاربه وحل نجموا نوصلوا واضح اختي سمي. بالنسبه لمشكل الاكتظاظ شيء طبيعي جدا انه بعد معناها الفريناج اللي صار على اثر موجة الكوفيد، الفريناج هذا معناها التوقف الكبير اللي صار في انشطة العيادات الخارجية تقريبا معناها المدة تفوق العام، فهمتني؟ ماهوش مش يقع معناها فهمتني ولا لابسورباسيون تاعو في ظرف شهر ولا في شهرين. تراكم اعداد المرضى عندهم ألف حق. تو معناها الاعداد الهائلة والاعداد الكبيرة بتاع المرضى اللي تتوافد على العيادات الخارجية نتيجة معناها فهمتني ولا الفريناج نتيجة معناها توقف الخدمات الصحية، توقف الخدمات الصحية المبرمجة في فترة الكوفيد. شيء طبيعي كون الناس معناها باش الشكايات هذه من قبل نسمع. شيء طبيعي كون الناس معناها باش تقول لك راني نستنى الماضي ساعتين ولا نستنى الماضي ثلاثة، لكن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إذا كان معناها حمينا ربي من هالموجة الجديدة معناها يقع استقطابها العباد هذه بشوي بشوي. ناهيك أنه قسم العظام اللي تحكي عليه تو معناها تقريبا عنده شهرين طاقة الاستيعاب نتاعه أكثر من 100%. قسم الجراحة تقريبا أكثر من 100%. نتيجة هذا لابيل اللي صار نتيجة معناها إعادة معناها متابعة الحالات اللي كانت متابعة الحالات اللي كانت كلها مأجلة واللي أعدادها بالمئات نتيجة معناها الظرف اللي مر به المستشفى في مجابهة جائحة كوفيد. هذا الشيء اللي يفسر الاكتظاظ الرهيب ولا بعض المعاناة اللي يلقوها الأهالي بتاعنا في مستوى أقسام العيادات الخارجية. المعاملة حاجة والله من النقاط اللي والله كما تعرف الاكتظاظ يخلق شوية جو متاع توتر. نحن معناها في ولاية فيها ما يقارب 600 ألف ساكن، ونحن المستشفى والحمد لله معناها يستقطب تقريبا حتى مرضى من الولايات المجاورة من سليانة أو من سيدي بوزيد أو من زغوان. المستشفى فيه 536 سرير، فيه 536 سرير، فيه ما يقارب ال 31 اختصاص، فيه ما يقارب 17 قسم جامعي. ثم عملية متاع تأهيل حتى بقية الأقسام الأخرى زادة باش تكون إن شاء الله معناها في موفى السنة القادمة جميع أقسام المستشفى جامعية مثلاً من خلال معناها الترقية العلمية معناها العديد الأطباء المشرفين على الأقسام، حيث معناها حصل معناها تقريبا عدد 7 منها أطباء على غرار طب الأطفال على غرار طب الإنعاش على درجة معناها طبيب معناها مبرز. والدرجة هذه مش تمكنهم معناها من أنهم يحصلوا على القدرة على تكوين معناها عديد الأطباء المقيمين متاعهم معاهم، وبالتالي معناها استنفار كفاءات طبية أخرى يقع استقطابها في مستشفى القيروان في القريب العاجل. قسم أمراض النساء والتوليد تو فيه عملية توسعة مش تمثل معناها في زيادة عيادات خارجية، 4 مكاتب متاع عيادات خارجية تكون تابعة القسم هذا يلي المشروع هذا مش يمكن زي كيف تكون تو وقع الشروع في صلب القسم في حد ذاته في صلب قسم أمراض النساء والتوليد. القسم هذا كما تعرفوا يقبل في 13,000 مرأة سنويا يشهد في عملية تقريبا 9,000 عملية توليد و 4,000 عملية أمراض نساء تقريبا سنويا. المشروع نتاع تركيز العيادات الخارجيه هذه مش يضمن معناها تقريبا المراقبه والمتابعه في ظروف طيبه، معناها مش يكونوا تابعين العيادات الخارجيه العامه نتاع المستشفى، مش تكون العيادات الخارجيه معناها نتاع قسم امراض النساء والتوليد معناها تابعه قسم امراض النساء والتوليد. وقع الشروع في عمليه التهيئه هذه بتكلفه جمليه قدرها 130,000 دينار. وقع الشروع فيها التهيئه 4 مكاتب للساده الاطباء لمزاوله معناها العيادات الخارجيه في امراض النساء والتوليد في صلب القسم. العمليه تنتهي الاشغال هذه والله ان شاء الله معناها في ظرف 3 اشهر تنتهي الاشغال نتاعه. العمليه هذه مش تتمكن معناها السيد رئيس القسم زاد كيف من انتداب معناها عديد الاطباء المقيمين معاه. علاش؟ معناها على خاطر معناها مش يضمن هو بالعملية متاع التهيئة هذه لظروف تكوين ما أحسن وظروف تأطير ما أحسن للأطباء هذا، مش تكون لهم فرصة متاع تكوين وتكون القروان والمستشفى القروان والقسم التوليد فرصة متاع تأهيل. علاش ذكرت لك المثال هذا؟ لأنه مثال يحتذى، يعني لما تكون معناها
العيادات الخارجية في القسم، المرضى مهوش باش يحسوا بنفس الاكتظاظ اللي يمروا به كي يمروا بالعيادات الخارجية العامة، يعني مش تكون المتابعة أكثر، معناها سريعة أكثر، مش تكون متابعة لصيقة أكثر. هذا مثال يحتذى في قسم أمراض النساء والتوليد، فهمتني؟ معناها باش نقص ضغط زاد على قسم الاستعجالي تمشي يمشي مباشرة. هو قسم التوليد يتمتعب استعجالي تو وحده، الاستعجالي نتاعو معناها مستقل وحده، وبالإضافة إلى ذلك ثم تو مشروع بتكلفة نتاع 130 ألف دينار يتمثل في تهيئة 4 مكاتب نتاع عيادات خارجية في القسم هذا. ذكرت المثال هذا لأنه معناها يبقى كما قلت لك معناها مثال طيب باش معناها تكون العيادات بتاعه مستقل، وفي إطار تأهيل القسم هذا باش يكون قطب معناها إن شاء الله إقليمي للقسم نتاع التوليد نتاعنا بالعمليات التوليد اللي يشهدها وبالكفاءات وبالإطارات الطبية اللي متواجدة فيه، إلى جانب معناها ما يعرف إن شاء الله معناها في القريب العاجل نتاع تجديد جميع آلات التعقيم اللي فيه بتكلفة تزيد على 1 مليار إن شاء الله بإذن الله. فهمتني؟ هذا مثال ذكرته لك معناها وحل من الحلول اللي نجم معناها ينقص معناها من الضغط على العيادات الخارجية وينقص معناها من الاكتظاظ فيه. بالنسبة للتجهيزات، مستشفى الجهوي والمستشفى الجامعي بالقروان في مستوى معناها ابن الجزار ولا الأغالبة، نقولها أنا 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 تقريبا مريت بعديد الولايات قبل التحاق بولاية القيروان، ما يتمتع به المستشفى هذا من تجهيزات، وما يتمتع به المستشفى من حظوة لدى المصالح المركزية بوزارة الصحة ولدى المصالح الجهوية، والله شيء يشرف. علاش؟ نعطيك مثال، نحن عندنا وعد من إدارة تجهيز بوزارة الصحة لتجهيز قسم العيون بمختلف التجهيزات اللي ناقصها من أباراي لازير، من فاكوماتر، من معناها في القريب العاجل ان شاء الله يقع معناها تجهيز المستشفى في قسم العيون للتلافي معناها التجهيزات اللي تاكلت وتقادمت في هذا القسم. معناها من هزوش ملف إلا ونلقاه إنه يحظى بالمتابعة الكافية. هو ينجم يكون مستشفى ابن الجزار خير من برشا مستشفيات. هو أنا متأكد إن هو أنا متأكد إن هو خير. فاش خير؟ خير من حيث الرصيد البشري الذهبي. نقولها بكل فخر وبكل اعتزاز. مستوى الكفاءات الطبية، مستوى الموارد البشرية الموجودة في مستشفى الجامعي ابن الجزار، في فروعه الثلاثة، في معناها في الفرع الطبي بالجزار، في الفرع الجراحي بالأغالبة، في الفرع نتاع الأمراض النفسية، مستوى يشرف ياسر، ومستوى ماهوش موجود في حتى سبيطارات، ويأهل المستشفى هذا أنه يكون معناها قطب من الأقطاب اللي معناها تشع حتى على المستوى إقليم الوسط كامل. وإن شاء الله بالمشروع الجديد معناها نتاع مستشفى الملك سلمان إن شاء الله يران نور عن قريب معناها في خلال سنة 2022، معناها خلال جويلية 2022 تنطلق أشغال فيه، يكون ثم تكامل بين جميع الوحدات الصحية المتواجدة هذه في القيروان، وتكون تستقطب معناها المرضى من الجنوب ومن الوسط ومن الساحل، وتكون معناها فهمت ولا منارة صحية موجودة في القيروان. بطبيعة الحال ثم بعض التجهيزات المتهالكة، ثم بعض التجهيزات المتقدمة، ثم استغلال مكثف ومكثف جدا العديد التجهيزات، فهمتني؟ هذا ما ننكروش. المتابعة معناها مع ممكن عندنا رصيد بشري، المتابعة ما عندناش تجهيزات، وهذا المتابعة مؤكد مع قسم العيون ما فيش التجهيزات الكافية. قسم العيون فيه زوز أطباء مساعدين استشفائيين وطبيب لكن عندنا وعد بتجهيز العيادات الخارجية وتجهيز معناها غرفة العمليات معناها بمستشفى الأغالبة بأحسن وأرقى أنواع التجهيزات إن شاء الله يتنفذ عن قريب. نحن قاعدين في متابعة مع إدارة تجهيز بوزارة الصحة، ووعدتنا بمدنا بجميع التجهيزات عن قريب إن شاء الله بإذن الله. وقت اللي معناها نتحصل على التجهيزات هذه إن شاء الله. نتاع البرنامج سي محمد عليك نجم تكون ضيفنا في الحلقة الجاية، نواصلوا الحديث على الوضعية والبنية التحتية نتاع مستشفى ابن الجزار ومستشفى الأغالبة، نحكيو فيه في الحلقة الجاية إن شاء الله. نحكيو إن شاء الله تحب نعطيك لمحة نعطيك معناها مازلنا باش أكيد نحكيو في الجزء الثاني من البرنامج على التجهيزات في مستشفى ابن الجزار، على المشاريع المتوقفة والمشاريع اللي يتم متابعتها. نرجع بأكثر تفاصيل أيضا حتى على الوضع الصحي في المستشفى ابن الجزار والأغالبة. شكرا لكم ضيفنا اليوم في برنامج سياسة الصحة محمد علي الحمدي مدير مستشفى ابن الجزار. شكرا. سياسة الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة.